نود أن نعرب عن خالص الشكر والتقدير لمشاركتكم الفعالة ومساهمتكم الصادقة. لقد استطعنا خلال اليومين كذلك من الجلسات المكثفة أن نتعرف على مناهج بحث جديدة، وكذلك نتطرق للأزمة التي تعاني منها البحوث التربوية، وناقشنا نظريات في الفلسفة ودور هذه النظريات في التعليم. وسوف نخرج من هذا المؤتمر بالتوصيات التالية فيما يخص البحث التربوي: الاهتمام بالمنهج التأملي وإدراجه من ضمن مناهج البحوث العلمية مع مراعاة صعوبته، توعية الطلبة الباحثين حول أهمية مصادر المعرفة الرقمية، الاستفادة من علم التربية المعرفية في مجالي تكوين الطلاب والبحث الأكاديمي، الاهتمام بدراسة المستقبل أو البحوث الاستشرافية، أهمية البحث النوعي والمنهج النوعي في البحوث العلمية، ضرورة معالجة الضعف في الممارسات البحثية في العلوم الإنسانية، أهمية تعزيز الثقة بين الباحثين في المجال التربوي وإنشاء حاضنة للبحوث العلمية التربوية، ضرورة مواكبة الأبحاث العلمية للواقع التعليمي والاجتماعي، ضرورة تطوير البحث من خلال الشراكة البحثية وكل ما يساهم في عملية هذا التطوير، التأكيد على اليقظة البحثية وإزالة الشوائب التي قد تعيق البحث التربوي. أما فيما يتعلق بفلسفة التربية، إحياء الاتجاه البراغماتي وتفعيله في العملية التعليمية، تعزيز قيمة التسامح واحترام الرأي الآخر من خلال تدريس مقرر الأصول الاجتماعية، أهمية البيداغوجيا النقدية لفهم الواقع المعاصر، أهمية معالجة ظاهرة الفصل من خلال إتاحة الفرصة للأفراد للمشاركة في عملية النقد. أما فيما يخص في التربية والتعليم، أهمية التدريس المتمايز في التعليم والذي يقوم على مبدأ الاختلاف والتنوع بين الطلبة وتعدد المحتوى التعليمي والطرق التدريس والتقويم، ضرورة التعرف على المعوقات والأسباب خلف أزمة استدامة الجودة، أهمية رفع الوعي الديمقراطي للمعلم والتأكيد على الممارسات الديمقراطية في البيئة المدرسية، ضرورة عمل دراسات تجريبية لحل المشكلات والصعوبات التي تواجه معلمي ومعلمات التربية الخاصة، وإشراك المعلمين والمعلمات بالخطط التطويرية في التربية الخاصة من أجل تفادي كل ما يعوق عملهم، وآخراً أهمية التقنية في رفع مستوى أداء الطالب التعليمي. الشكر مرة أخرى لجميع المشاركين على إثرائهم لهذا المؤتمر العلمي، ونطمح إن شاء الله أن نلتقي بكم بمؤتمرات علمية أخرى. مع السلامة.